بسم الله. في بداية شرحنا لبرنامج إكسل لازم نعرف إنه أحد برامج المجموعة المكتبية مايكروسوفت أوفيس، والبرنامج ده مختص بالتعامل مع سبريد شيت أو الجداول الحسابية زي ما هنشوف. بنفتح برنامج إكسل إزاي؟ زي جميع برامج أوفيس من ابدأ أو ستارت والبروجرامز أو كافة البرامج، واختار مجموعة مايكروسوفت اوفيس. ومن مجموعة مايكروسوفت اوفيس بحدد بحسب النسخة الموجودة عندي. هنا قال لي اكسل تنفيذ العمليات الحسابية وتحليل المعلومات وتمثيل البيانات في جداول البيانات، دي وظيفة برنامج اكسل. لو ضغطت علشان افتح بلاحظ ان بيفتح مصنف. كلمة مصنف عبارة زي كتاب مثلا، ده الكتاب، والكتاب مكون من ورقات. في 2010 بشكل افتراضي 3 ورقات، وبإمكاني أضيف النسخ الأحدث جاب لي ورقة واحدة بس، وبرضه بإمكاني أضيف. الورقة عبارة عن جدول كبير. لكن قبل الورقة هنتعرف على شكل البرنامج. هو زي جميع برامج أوفيس، اسم البرنامج مكتوب في شريط العنوان تايتل بار، اسم الملف مكتوب كاسم افتراضي مصنف واحد، والمصنف زي ما قلنا بيحتوي على ورقات. بعد كده في شريط الوصول، أدوات الوصول السريع اللي بقدر أتحكم فيه من السهم إيه اللي يظهر اللي يختفي فيه، وحتى موضوعه أسفل الشريط أو بعده. بعد كده بيجي الشريط بتاعي أو الأشرطة، الصفحة الرئيسية أو الشريط الرئيسي الريبنز، ومتقسم زي جميع برامج أوفيس نفس النسخة إلى مجموعة من الريبنز أو الأشرطة. وكل شريط مكون من مجموعات زي الجروب بتاع خط والجروب بتاع محاذاة. لو حبيت اجيب باقي الاوبشنز الموجوده او الخيارات الموجوده في خط بضغط على اللانشر او المشغل ده، يفتح لي دايلوج بوكس بعنوان خط، وده طبعا فيه طبعا هنا التنسيق الخلايا، فيه تابات كمان بالداخل هنتعرف على كل ده اثناء العمل. وزي مجموعه اوفيس كلها لو حبيت اخفي الاشرطه او الريبنز بضغط على تصغير الاشرطه وتكبيرها من نفس المكان، وكذلك دبل كليك على اسم اي شريط لإخفائها وإظهارها مرة أخرى. علامة هيلب أو الدعم والمساعدة أو تعليمات أوفيس طبعا خاصة ببرنامج مايكروسوفت إكسل، بضغط عليها بيظهر لي دايلوج بوكس أو مربع حواري اللي هو تعليمات إكسل. بتأكد إن هو أوفلاين يعني غير متصل بالإنترنت. طبعا ممكن أتصل بالإنترنت فيما بعد وأبحث عن معلومات، لكن الوضع الافتراضي غير متصل بالإنترنت. بقفل المساعدة. بعد كده بنتنقل بعدها للأشرطة. كل شريط لو وقفت عليه بيجي اسم الأداة، تعريف ليها واختصارها من لوحة المفاتيح. الجديد اللي عندي مختلف في برامج عن الوورد مثلا أو عن باوربوينت، بلاحظ إن في شريط جديد في حاجة اسمها مربع الاسم، وكمان هنا الصندوق اللي بيظهر فيه الصيغة أو شريط الصيغة أو الخلايا المعادلات. هنشوف إكسل مكون من ورقة اكسل او الشيت زي ما بنسميها مكونة من جدول كبير، والجدول عبارة عن اعمدة، وهنا كل عمود اخد تسمية A B C D لحد زد طبعا في النهاية. لكن انا عندي عدد كبير جدا من الاعمدة. في نسخة 2010 العدد بيكون 16000 عمود. عشان اوصل للنهاية بضغط كنترول مع السهم، وصلني لاخر عمود. في دالة عندي جاهزة بتجيب لي رقم العمود اللي أنا واقف فيه. الدالة دي لو حبيت أعرف رقم العمود اللي أنا واقف فيه اسمها كولم. لو اخترت دالة كولم وعملت انتر جاب لي 16384، وأنا عرفت هنا إن دي عدد الأعمدة. طيب عشان أوصل للبداية كنترول والسهم اليمين، عملت كنترول والسهم اليمين وصلني للبداية. عايز انزل لعدد الصفوف، كم صف موجود عندي في ورقة اكسل؟ لو نزلت بكنترول والسهم الاسفل بلاحظ ان هنا 1,048,576 صف، عدد كبير من الصفوف وعدد كبير من الاعمدة. وانا بقول ده عشان يعني اعرف اللي بيتعامل مع اكسل ان الورقة الواحدة بتحتوي على عدد كبير جدا من الاعمدة وعدد كبير جدا من الصفوف. اذا هي بتسع بيانات ضخمة جدا او كم ضخمة جدا من البيانات. لكن لو حبيت اكتب بيانات اكتر بضطر افتح ورقة تانية وورقة تالتة وهكذا. اكسل بيقوم بالعمليات الحسابية وبيعمل جداول بيانية
وبيخزن بيانات، يعني بيعمل قواعد بيانات. طبعا البرنامج المتخصص في قواعد البيانات هو اكسس، لكن اكسل قادر هو كمان على عمل قواعد بيانات. بالتأكيد في سكرول بار او شريط تمرير او تحريك عشان اتحرك داخل الورقة بتاعتي اللي هي ضخمة جدا بالطول طبعا، وبيكون افقي بيحركني بالعرض بالشكل ده. منطقة العمل بتاعتي عبارة عن جدول كبير زي ما قلنا. الجدول مكون من اعمدة، كل عمود واخد تسمية، وصف كل صف واخد رقم. اسم الخلية او المربع ده هو تقاطع الصف مع العمود. بقدر اقول اسم الخلية اللي انا واقف فيها في العمود دي، وبعد كده الصف 5، اذا الخلية دي اسمها دي 5. لو اتحركت وضغطت كليك على اي خلية اخرى بلاحظ ان في العمود اف والصف 12، بسميها اف 12. مربع الاسم اللي فوق، لو ضغطت على اسم اي خلية او على ضغطت على موضع اي خلية، مرجع اي خلية، عنوان اي خلية، بدل ما ابص على اسم العمود وبعدين ابص على رقم الصف، هنا بيجيب لي في مربع الاسم اسم الخلية اللي هي اسم العمود ورقم الصف. لازم اتعرف على حاجة اسمها رينج او نطاق مجموعة من الخلايا. ببدأ انت اقول ده بادئ من اي 4 منتهي بك 13، ده اسم نطاق. نطاق اخر من دي 4 لحد دي 15، نطاق مختلف اخر ببدأ من سي 8 لحد اي 8. لازم اعرف انطق اسم النطاق، والنطاق هو مجموعة متصلة من الخلايا. محتوى الخلايا بيظهر في شريط الصيغة. هنشوف ازاي هنقدر نستخدم شريط الصيغة ونعرف محتوى الخلية. على سبيل المثال هكتب في الخلية اف 4 رقم 67. لو حددت الخلية بلاحظ ان مكتوب لي هنا في مربع الاسم يقول لي انت واقف في الخلية اف 4 محتواها هنا 67 موجود في شريط الصيغة. وهنشوف لما هكتب معادلات هيبين لي في شريط الصيغة المعادلات بغض النظر عن الرقم النهائي اللي قد يظهر عندي في الخلية. لما بتعامل مع اكسل في نقاط جوهرية لازم اكون فاهمها وانا بتعامل مع اكسل لفهم البرنامج. اكسل بيقدر يميز بين الادخالات اللي في الخلايا، بمعنى ان لو كتبت رقم بلاحظ ان اكسل بيقدر يميز بين الرقم وبين النص مبدئيا كده عن طريق المحاذاة. بيحذر الرقم لو هو باللغة الانجليزية ناحية اليمين، والكلام في او النصوص في اللغة الانجليزية ناحية الشمال. يعني قدر يعمل لي محاذاة للتمييز بين النصوص والارقام، لانه بيقبل نصوص وارقام وبيقبل كمان معادلات. طيب لو وكمان تاريخ، لو انا كتبت تاريخ مظبوط زي 2/2/2009 بلاحظ ان حاز التاريخ ناحية الرقم لانه تاريخ مظبوط. لو انا كتبت 30/2/2009 هلاحظ ان ما تعرفش عليه كتاريخ لان دي مش صيغة تاريخ مقبولة. شهر 2 مش 30 يوم، لكن هكتب 20/2 بلاحظ انه تم التعرف عليه كتاريخ وتم محاذاته كأنه رقم او تاريخ صحيح في الاتجاه الصحيح. يبقى اكسل بيميز بين النصوص اللي بتدخل والارقام، ولو كان الرقم مظبوط بيحذي ناحية الارقام، بمعنى ان اكتب هنا 1/2 وبعدين مسافة واقول له 2، ده ما تعرفش عليه كرقم. طيب لو انا عملت اي ارقام وعملت اشارة وليكن علامة زي كده خلاص ما تعرفش عليه كرقم، اصبح نص. هو عايز بيور نمبر، رقم فقط، مفيش اي اشارات غير ممكن بس سالب. اكسل كمان بيميز بين المعادلات. لازم تبدأ بعلامة يساوي، من غير علامة يساوي مش هينفذ اي عملية حسابية. لو انا كتبت له 2+3 وعملت انتر اعتبر ده نص، ما عمليش اي عملية حسابية. لازم ابدأ بعلامة يساوي بعد كده اقول له 2+3، ولو ضغطت انتر او ضغطت علامة صح من هنا اللي هي بتساوي انتر او ادخال بلاحظ ان نفذ العملية الحسابية واظهر لي هنا 5، لكن في شروط الصيغة بين لي الرقم 5 ده جه ازاي. قال لي ده ناتج معادلة لان بدأ بعلامة يساوي، وليه معادلة جمع رقم 2+رقم 3، وده بيختلف عن رقم 5 اللي بكتبه بايديا. بلاحظ ان هنا قال لي الخلية B4 موجود فيها 5. لو طلعت فوق هلاحظ ان قال لي الخلية B3 موجود فيها معادلة بتقول 2+3
لكن الاثنين مظهرهم في الخلية واحد. نقطة كمان جوهرية في فهم اكسل لازم نعرفها، لما بحدد خلية بضغط عليها كليك بلاحظ ان بيكتب لي في شريط الحالة تحت جاهز، فوضع الاستعداد يعني وضع الكتابة، اكتب اي كلام هنا. في الحالة دي بيستبدل حتى لو محتوى قديم موجود، برضو كليك كده مكتوب جاهز. لو كتبت ارقام اخرى زي 4 5 تم استبدال محتوى الخلية القديم بالمحتوى الجديد. اذا الوضع جاهز بالشكل ده، بيتم استبدال الادخالات القديمة بالادخالات الجديدة لو هي موجودة، واذا كانت فاضية بيستقبل الجديد. اما لو حبيت اعدل فانا بضغط دبل كليك جوه الخلية بحيث المؤشر يدخل. في الحالة دي كتب لي وضع تحرير، وضع تحرير يعني تعديل، اقدر اعدل انها مش هستبدل الكتابة واعمل طريقة للكتابة فوقية. بلاحظ كمان لما بحدد اي خلية بلاحظ ان في مناطق حساسة للمؤشر لما بيقف فيها، لو وقفت على الحدود الخارجية للخلية بالشكل ده السهم بيتغير وبيدي لي منظر، ده بنعرفه اسمه موف، نقل. اضغط عليه كليك واسحب بالشكل ده تم نقل محتوى الخلية من المكان الاول للخلية الاخرى. اذا لما بيبقى وضع موف وانقل بالشكل ده بيتنقل، بيحصل له زي قص كات وبعدين بيست او نسخ بعد كده. اما لو عايز انسخ فبحدد المربع الصغير الاسود ده، ولما اوقف عليه بالشكل ده بلاحظ ان حصل تغيير لشكل المؤشر وبقى علامة زائد يعني اضافة يعني نسخ. اضغط كليك واسحب في اي اتجاه بيتم نسخ المحتوى للاتجاه اللي انا حددته. ده عملية النسخ وتسهيلا عليا، وده طبعا بينطبق على النصوص وعلى الارقام. بضغط ايا كان محتوى الخلية وبيتسحب بالشكل ده تسهيلا عليا للنسخ، بدل ما اضغط كوبي وبعد كده احدد وبيست. طبعا ده طريقة سهلة للنسخ. انا في ملاحظة كمان، بيجيب لي طبعا البيست اوبشنز او خيارات التعبئة، ممكن اغير واقول له لا انا مش عايز نسخ، انا عايز تنسيقات بس او بدون تنسيقات، ولو في سلسلة. هنشوف ازاي نسخ السلاسل. لو انا حددت رقم 2 وقررت اني اسحبه او انسخه او اعمل ملء للاسفل بالشكل ده، بشكل افتراضي رقم 2 بيتم نسخه، انا ممكن اقول له لا تعبئة سلسلة ويعمل لي تسلسل، لكن احنا هنتكلم على الشكل الافتراضي. ولو كتبت احرف وبشكل افتراضي وجيت اسحب اعمل ملء، بيعمل لي نفس الكلمة، بيعمل لي يعني نسخ مش تسلسل. وبشكل افتراضي لو انا عملت حروف، حرف الاس مثلا او نخليها سامح، وكتبت رقم بعدها 2 على سبيل المثال، بشكل افتراضي لو ضغطت على مربع الفيل هاندل او مربع الملء ده وبقى شكل علامة زائد وسحب، بشكل افتراضي بيعمل لي تسلسل زود 1. وده ما يمنعش طبعا ان انا اغير في الاوبشن دي واحولها لنسخ تاني. لو حبيت اعمل تسلسل مقصود، بمعنى اكتب 10 وبعدين اكتب تحتها 20، لازم احدد الاثنين الخليتين، يبقى الفيل هاندل او مربع الملء ده بيحط بالاثنين، اضغط واسحب حددت له قيمة التزايد. لو انا كتبت مثلا ويكون 10 وبعدين قلت بعد كده 15 وحددت الرقمين واسحب، بيعمل لي تسلسل وانا حددت له قيمة التزايد. وزي ما قلنا في الاوبشنز او خيارات التعبئة ممكن اقول له لا انا عايز فقط نسخ، لكن احنا بنتكلم بشكل افتراضي، لما يبقى فيه رقمين في بينهم تزايد او حتى تناقص بيعمل لي بشكل افتراضي تسلسل بحسب القيم اللي انا محددها او الفرق اللي انا محدده. لو نصوص بينسخها، لو ارقام فقط بينسخها، خليط بين نصوص في الاول وارقام في الاخر، بشكل افتراضي بيعمل لي تسلسل. يبقى عشان نفهم اكسل بشكل مبدئي لازم نعرف ان اكسل بيتعرف على الارقام والنصوص والتواريخ، وبيتعرف على المعادلات لازم تكون تبدأ بعلامة يساوي، دي نقطة حاسمة جدا في فهم اكسل. كذلك طريقة النسخ، لو انا فهمت ان لو عندي نصوص بينسخها مش بيعمل لها تسلسل، او ارقام بينسخها مش بيعمل لها تسلسل، انما خليط بين حروف وارقام بالشكل ده بيعمل لها تسلسل، ده هيكون حاسم جدا في فهم الفيديو الجاي لما اتعرف على معادلات وصيغ اكسل.
بعد ما تعرفنا على واجهة برنامج إكسل وأساسيات التعامل معه، الفيديو القادم هيتكلم عن التعامل مع معادلات والصيغ داخل برنامج إكسل. نشترك في القناة ونتابع كل جديد.